إلى التقارير من الواضح أن هناك شيئاً غريباً، وبينما يشرح ديلان أنه لا يستطيع إحضار المريضة إلى المستشفى ينتهي الأمر بباران إلى جواره. تجمدت نظرات متوترة في لحظة بينما يطلب باران من ديلان أن يتخلى عن عناده. يطلب منه ديلان أن يتخلى عن عناده. لا يعرف ديلان أنه سيفقد أذنه بينما ينقذ عمه كودريت. يهدر باران أحياناً كثيراً لدرجة أننا نضطر للتلاعب بإعدادات التلفاز. في هذه الحلقة يبدو أن مشهد تعطل السيارة الذي لا غنى عنه في المسلسلات التلفزيونية الهندية قد أصاب الزوجين. ديلان مصمم على تجفيف أذن باران في هذه الفرصة، ولا يعني ذلك أن هناك تقارباً خائفاً. فبينما يريد ديلان أن يستمع إليه بقلبه يلمس باران بموقفه الممتنع. ستستغرق أعمال إصلاح السيارة وقتاً طويلاً حتى أن باران يلف معطفه حول ديلان أثناء الشجار. سيكون جيهان هو الشخص الذي سيثير ديلان مرة أخرى. عندما يسمع ديلان محادثات جيهان مع والده سيتحمس مرة أخرى ويحاول الدخول في مشاكل. نأمل أن يتخذ هذه المرة الخطوات الصحيحة ويتخذ القرار الصحيح من أجل العم كودريت. الوضع في مثلث الحب بين علي والمختل عقلياً ماين وزمرت مفهوم تماماً. سوف يتظاهر مايني بالابتعاد عن الطريق، لكنه سيحاول إبقاء علي في الجوار بدعوى المرض. يبدو أن زمرد وعلي يعيشان هذا الحب من خلال النظر إلى بعضهما البعض لفترة من الوقت.